مجموعة من الشرطة
تضرب إحدى الطالبات وهي تحاول إخراجها من المعهد بالقوة يوم 11 تهران. شوف الطالبة هي طايحة تحت وهو راضي فيها بالدبوس. هذه مولي إحدى الطالبات وقد أصيبت بالاختناق إثر إلقاء شرطة لواء بجبن مسيلات الدموع يوم 18/3/2012. شوفوا الطالبة تراكدين أصحابها. هذا طالب قال له أحمد بن سيدي محمد أصيب بجرح، ما هو جرح، كسر قايم يوم 18/3 جراء التعليم. شوف يا عمي احنا في طنطا نوقف وساق. هذه مجموعه من عمال المعهد العالي وهم يحملون احدى الطالبات بعدما تم تعذيبها في الداخل يوم 11/3/2012. شوف هي مرمى. هذا الطالب قال له محمد بن الطالب عيسى مولود 1985 سنة ثالثة، تم الاعتداء عليه من قبل الشرطة يوم 18/3/2012 لمجرد أنه رفض الامتحان. وهذا هو دارج قبرص قلال من سير الدموع هو طائح. إذا كيف قال الرئيس ما نبغي نضيع الوقت غير الصور الياس؟ قال النظام الإداري من بعد الشهود. هذه صور حية ومعدلة منظمات حقوق الإنسان الموريتانية وتدين بشكل صريح نظامكم سيد الوزير كنظام التعليم. هذا لا ينزل قضية الطالب أحمد بن النا اللي راه بذكاء يعالج اللي هشم جناح وهو يضاه قدام واحدة من الكليات وصورته له. هذا كسر الجناح اللي هو معلم، هذا عقب ظهر انه ما قد يداوى وعاد يرفع صور دكار وراه دكار قاعد. لا يضيف الا مولي انه ما حدد لا الجراح والكسور على الشاب الامين مانقان في مقام عنه كتب الرصاص الحي في ظل حكومته قتلوه جندرم وعن ما وعد التحقيق الاخبار الى الان والناس اللي قتلوه ما وصلوا عليه. ونضيف عن الشاب الشيخ بن المعلى عنه مات جراء القلب المثير للدموع هون في الواتشو نتيجه الوابل من القلب المثير للدموع وصبت قاعد الناس كامل يدعون هو ما كان مقصوصا يا غربة لعب لوتو انا جبل لعب والمسيح محمد دوز السوق يصبوا عليها القلب المسير الدموع فيها اللي فيه الضيق وفيها اللي فيه القلب وفيها اللي فيه عليه الحمل وبالتالي فيها اللي يتحمل وفيها ما يتحمل وهو للاسف من الناس اللي ما قد يتحمل واختراق الامام طالبين بالتحقيق واخباره وطالبين معاقبة الناس اللي قامت بالتعذيب اللي هي صور وطالبين بالتوقف عن الكذب. من تتعدل هذا اللي موثق الصور ما تجينا وتقول احنا ما نعدل التعذيب ولا نعدل الاحداث. هذا ما يتواسى. وهذا من اللي قد نظلم من له يتوقف التعذيب. هي ماده تقدر تخطر وتقدر تعمل الشيء. فرضت عليه ظروف معينة. إذا تعترف به وتتعهد أنه لا يتراجع عنه هون يمكن يوثقوا فيه. إذا مين تعد الفحش لهم وتنكر وتقول أنه ما أخذ معناها عنده متمادية فيه ومتعمدة فيه وعن عرض للمشروع اللي هو عليه القصد منه ما هو مكافحة التعليم ولا هو وقوف ضد التعليم. القصد منه جحدان التعليم هون في الداخل وبيع الخارج ان احنا بلد ما فيه تعليم. قصد منه تجاره خارجيه. ما القصد منه مكافحه التعليم ولا القصد منه التقدم في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان.
ليس وهذا المولد خالع ونختاركم به ما تجيبون لنا شيء. تركوا انتم على بابكم. جيتوا للسلطه بالعنف مع ضيلك ولا يقوموها بالعنف وتعود على باب اللي قابلها يقبلها. في نقطه اذا قابلين وزين عدو يصفقون. لو خلوهم ماشيين يصفقون لا تجحدوا وتكسحوا قدام الناس. وهنا واحدة ضدكم وخلونا عنكم على بابنا. هنا عندنا حكم متسلط بالقوه ويعذب الناس. ولا تكذبوا علينا خليكم مشكور. الإرادة الصادقة للسلطة هي يعلن ما تطحن وهي يعلن ما تنقحت وهي يعلن تعدد بغير هي تعرف الإرادة الصادقة للسلطة أنها الكلام وقع وأنها هي يا ضباب اللي لا يجعلها تهمل وتشبر ميداليات وتشبر بعض الامتيازات اللي سوى السرية والعلنية فوق وتحت هي اللي أعلنها راهي واحدة فلانية سحقتهم من عينه قيت عليهم سحقتهم من وسيط من وسيط. إذا ظاهر أعلن ما ندم على اتخاذ الفرصة. اللي احنا 4 ولايات عايشين فيها. اتفاقية بينهم الآن اتفاقية ظاهر أعلن هذه يلا يراجع بشكل عاجل والتنادي فيه ظاهر من الخطأ فيه. احنا نعتبر عن الطلاب اللي عذبهم ما هو هذه ما هي الحكومة؟ اللي عذب الطلاب، الناس اللي عذبتهم درع واقع امامها ياك تسج بيهم في امور ما لا ناقه لهم فيها ولا جدل. تسييس الطلاب وتمشيتهم وعذب الثورات والتظاهرات هذا ما يعدل ولا يكفي في عزه الرئاسه. هذا ماذا عدلته وتبارك تنحر الطلاب شور توجه الطلاب شور شمعهم وبدياتهم توجه الطلاب يا الله حد يشجعهم على دراستهم ويعاونهم ويوفر لهم منح ويوفر لهم الظروف اللي يقراوا فيها بغير ما تزعميه السياسة عن ذيك المصالح ويمشي بهم شور الشارع ويعدلهم دروع واقية أمام الناس اللي دور تخريب وثورة واللي ما لا لا لا, لا محد لها ولا يرضى حد يزج بهم في هذه الأمور اللي هي وعاد ذاك يقول عنهم يعذبوا والله نسجن. لا ما نعتبر عن عذاب حد في البلد ولا نسجن. يقال كيف يالتو يقوم بدور المنوط به الطالب يالتو يقرا ويالتو يتعلم ويالتو خلاص مستقبله مستقبل بلده والسياسي يالتو يوحد في السياسة يعاد يظهر عنه يالتو يوحد فيها وخلي عنه الناس اللي خلت قسم المجالات اللي مفيدة وهي يالتو تقيسها.